اهلا وسهلا، الله يمسيكم بالخير المشاهدين الكرام وضيوفكم في قناة الشاركة. بصراحة ما ودنا ان المنتخب السعودي ولا الاماراتي ولا البحريني او المنتخبات العربية انهم طلعوا، لكن هذا حال الكورة، مرة لك ومرة عليك، ان شاء الله يعوضونا ان شاء الله في البطولات القادمة ان شاء الله باذن الله. كم مباراة حضرت للمنتخب السعودي او لمباريات البطولة؟ والله انا كان لي ذكرى جميلة في كأس العالم 2022، حضرت في الدوحة 3 مباريات للمنتخب السعودي. كنت اتمنى اني احضر دوري المجموعات، ولكن انشغالي في السعوديه منعني اجي. حضرت انا واخوي في مباراه السعوديه لدور ال 16، كنا متامرين بالتاهل وما قصر والله لعيبتنا، عطوا اللي عليهم، هذه على قولتهم على قد الامكانيات، ان شاء الله يعوضونا في البطولات الجايه ان شاء الله باذن الله. طبعا اخوك موجود وياك، شو رايك في اجواء البطوله؟ حياك الله طال عمرك ومسي عليك بالخير. والله الاجواء جميله جدا، صح الحسره باقي موجوده على الخروج وعلى خروج كذا منتخب عربي، ولكن الأجواء تعوضنا على الحسرة هذه. الحمد لله اليوم كنا في كتارة وكانت الأجواء جميلة، وجينا الحين أسواق المشيرب وكذلك الأجواء أجمل وأجمل. طيب أنت كنت موجود في بطولة كأس العالم اللي أقيمت للأسف؟ للأسف. إنزين، نحن بدنا نسألك شو الفرق اللي كان ما بين كأس العالم وبطولة كأس آسيا كأجواء عامة جماهيرية؟ شوف بصراحة اللهم لك الحمد، السعودية الإمارات قطر أثبتوا نجاحهم في تنظيم الفعاليات. قطر كأس العالم كان 32 منتخب من كافة بلدان العالم، 4 مليون زائر تقريبا دخل قطر، السعوديين ممكن فوق 100 ألف. الفترة هذه حسينا بجزء من الأجواء اللي كانت في كأس العالم، ويمكن كان اللحمة العربية يعني أكثرية خليجية، هذا برضو شيء جميل جدا. في فرق اكيد بين كاس اسيا وكاس العالم، لكن تقريبا قريب من الاجواء، قريب من الاجواء. شكرا لكم، اتمنى لكم التوفيق وجزاكم الله خير. شرفنا فيك يا ابوي، الله يسعدكم، الله يحفظكم.